القديم بيقول اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. في ناس كتير مقتنعة ان عالم العفاريت والجان ده موجود فعلا وليه تفاصيله وليه ظواهره الغريبة، وناس تانية بتدرج الحاجات دي كلها تحت بند الصدف والتهيؤات. ناس تالتة بقى بتخاف اصلا تجيب سيرة العفاريت لان هم مقتنعين تماما بالمثل اللي بيقول اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. خارجة من البانيو بعد الشاور وتتفاجئ ان حد بيمسك رجلها من كتر الخوف والرعب، داخت وأغمى عليها. تعالوا نعرف تفاصيل الحكاية ونكشف المستور. الفنانة غادة عادل وهي صغيرة كانت عايشة في ليبيا، وكانت عايشة في نفس العمارة اللي فيها عمتها. بنات عمتها كانوا أصحابها جدا، وخصوصا بنت عمتها إيمان. ومن كتر ما غادة عادل كانت مرتبطة جدا بإيمان وعمتها، كانت كل يوم بتطلع تقعد معاهم وتقضي السهرة كلها معاهم وتنزل بالليل عنهم. لكن الحاجة الغريبة اللي كانت بتحصل لها كل ما تدخل بيت عمتها ان هي دايما حاسة ان البيت فيه طاقة سلبية غريبة وحاجة بتقبض قلبها، بس ما كانتش بتركز وكانت بتكمل اليوم عادي لغاية ما تبقى خلاص عايزة تنام. في يوم من الايام سهرت والسهرة طولت مع ايمان، وايمان طلبت منها ان هي تبات معاها النهاردة وما تنزلش. وبالفعل غادة وافقت وفضلت بايتة مع إيمان. وفعلا غادة دخلت الحمام وأخذت الشراب بتاعها عشان تغير هدومها وتبات مع إيمان. بس وهي خارجة من البانيو اتفاجئت إن في إيد بتمسك رجلها، ومن كتر الخوف والرعب فقدت الوعي. فقدت الوعي بقى لمجرد لحظات أو دقايق هي مش عارفة. لكن لما فاقت ما بقتش عارفة إيه اللي حصل لها، هل هي فعلا داخت وقعت ولا في حاجة فعليا مسكت رجلها. وعدت الموضوع عادي وخرجت من الحمام، لكن طبعا اي حد في موقفها كان دماغه هتفضل شغاله وعايز يعرف هو ايه اللي حصل بالظبط. وقررت غاده ان هي تاني يوم تدخل الحمام وتشوف ايه اللي هيحصل لها، يا ترى هيحصل معاها نفس اللي حصل ولا لا. وبالفعل المره دي لما غاده دخلت الحمام هي شافته حاجه كده زي الخيال الاسود ملوش ملامح، ما كانتش عارفة هي شايفة ايه بالظبط. بس هي من كتر الرعب بعد ما سمعت صوته وهو بيقول لها لو قلتي انك شفتيني انا هأذيكي وهتندمي، اوعي تقولي لأي حد. خرجت غادة من الحمام وهي مرعوبة وتقريبا كانت هتفقد الوعي لتاني مرة. غادة من يومها قررت ان هي ما تباتش عند عمتها تاني ابدا من كتر الرعب اللي حصل لها. بس تاني يوم لما طلعت تقعد مع ايمان، ايمان قامت وسابتها دخلت الحمام. مفيش خمس دقايق وسمعت صريخ بطريقة هستيرية من الحمام. قاموا كلهم جري على الحمام عشان يشوفوا إيمان مالها. كسروا الباب ودخلوا لقوها تقريبا وقع على الأرض من كتر ما هي مرعوبة من الخوف. طبعا مين اللي فهمت؟ غادة، وعرفت إن إيمان شافت نفس الحاجة اللي هي شافتها في الحمام. بدأت إيمان تهدأ شوية شوية وتقول إيه اللي حصل لها. قالت أول ما دخلت الحمام حسيت بحاجة غريبة وتفاجئت ان انا شايفة حاجة انا مش عارفة ده خيال ولا ده ايه بالظبط. بس اترعبت لما قال لي لو قلت انك شفتيني انا هأذيكي ومش هخليكي تشوفي ابنك تاني. وطبعا ساعتها انا وقعت وحسيت ان انا فقدت الوعي. اهل ايمان قرروا ان هم يجيبوا شيخ يقرأ قرآن الاسبوع ده لغاية ما الحاجة دي تختفي من البيت. وبالفعل الشيخ ده جه وبدأ يقرأ وكل يوم كان بيروح لهم لغاية اليوم المشؤوم اللي إيمان كانت عارفة إن الحاجة دي هتظهر لها تاني. وبالفعل والشيخ بيقرأ الولد ابن إيمان فجأة اتعلق في السقف بدون مقدمات. طبعا الكل اتصدم وخافوا، لكن الشيخ ما بطلش قراية لغاية ما الولد وقع على الأرض والمكان اللي كان متعلق فيه كله ولع نار. الناس طبعا كلهم اتصدموا وإيمان تقريبا كانت خارج الوعي. غادة عادل هي الوحيدة اللي كانت فاهمة اللي حصل ده لأن هي شافته قبل كده. بعد كده بخمس دقايق تقريبا البيت كله هدي وما كانش فيه أثر لأي حاجة من كل اللي حصل ده. إيمان خدت ابنها في حضنها وبدأت تهدى وبدأت تهدي وتطمنه. وساعتها غادة بدأت تحكي لهم على اللي حصل لها لما كانت بتاخد شاور في الحمام. ودي كانت حكاية غادة عادل مع حمام عمتها والعفريت بتاعها.